للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع. دكتور جبلة، رئيس الوزراء أكد أن الرئيس السيسي وجه بتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، لكن السؤال إلى أي مدى تساهم تلك القرارات في جذب المزيد من الاستثمارات؟ أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد قرارات مهمة وشاملة، ففي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار برعاية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضوره، طبعا بنلاحظ أن التوصيات والقرارات التي صدرت عن الاجتماع هي توصيات شاملة تشمل كافة القطاعات وكافة العناصر، ولكن كان القطاع الخاص على صدر الاهتمام، فالهدف يبدو واضحا بأن القادم هو القطاع الخاص، وأن الدولة تشجع القطاع الخاص بصورة كبيرة جدا. الدولة تبدأ مع القطاع الخاص من خلال تلك الإجراءات بتسهيل حصوله على الأراضي الصناعية وأراضي الاستثمار، ثم تدعمه من خلال أيضا تلك التوصيات بتسهيل حصوله على التراخيص، سواء الرخصة الذهبية أو الرخصة أو التراخيص العادية في مدة وجيزة جدا، ثم تنتقل بعد ذلك إلى تقديم الكثير من الحوافز التي تساعده على حسب طبيعة النشاط الذي يعمل به، كما أنها تدعم حصوله على التمويل المصرفي منخفض التكلفة بصورة تدفعه إلى النشاط، أيضا تشجع القطاع الخاص على الحصول على التمويل من مؤسسات التمويل التنموي، تبتكر آلية لتسهيل حصوله على مستلزمات الإنتاج بصورة سريعة. السياسات الضريبية والرسوم كانت محور مهم جدا، حيث تم التوجيه بإصدار وثيقة للسياسات الضريبية التي يوضح فيها ما مستجدات الضرائب خلال سنوات قادمة، خلال 5 سنوات قادمة المستثمر يكون عارف إيه اللي ممكن يطرد عليه ضرائب، حتى لا تكون هناك تكلفة لم يكن يدركها في دراسات الجدوى. إلى جوار ذلك عدم فرض أي رسوم من أي جهات خلاف المنصوص عليها، بحيث يكون المستثمر يعلم جيدا عند دراسته للمشروع بكافة التكاليف التي من الممكن أن يواجهها خلال عمله في المشروع. القرارات والتوصيات التي صدرت هي توصيات شاملة تراعي كافة الأبعاد، الأهم أنها ملزمة، فقرارات المجلس الأعلى للاستثمار هي قرارات ملزمة للوزارات، وأصبح هناك وقت محدد تنفذ فيه هذه القرارات، ففي الجلسة القادمة للمجلس يجب عليه أن يتابع ما حدث في تلك القرارات والتوصيات حتى يستثمر يعني المستثمر على أرضية صلبة. طب بالحديث عن إصدار الرخصة الذهبية، كيف تسهم في زيادة الاستثمارات وأيضا في تسهيل الإجراءات؟ لا طبعا الرخصة الذهبية احنا ما بنبدأش فيها من الصفر. الرخصة الذهبية كانت موجودة في الأساس في القانون ولكنها كانت غير مفعلة. منذ المؤتمر الاقتصادي اللي دعا إليه الرئيس كان هناك مطالبات لرجال الأعمال بتفعيل الرخصة الذهبية وتوسيع نطاقها، وكان هناك استجابة من السيد الرئيس بالتوجيه نحو إصدار الرخص الذهبية والتوسيع من نطاقها، وهو ما بدأت فيه الحكومة بالفعل. نحن الآن عندما نجد الرخصة الذهبية في قرارات المجلس الأعلى للاستثمار، الأمر يعني أن هناك مزيد من التوسع في إصدار تلك الرخصة المهمة التي من خلالها يتمكن المستثمر من الحصول على رخصة واحدة تغنيه عن كافة أنواع التراخيص بما فيها تراخيص البناء. إذا فالتوسع في هذه الرخصة سيكون له دور كبير جدا في تسهيل مهمة بدء الأعمال، لأن هناك فترة بيكون المستثمر فيها حريص على أن تكون قصيرة، هي الفترة منذ أن يكون المستثمر المشروع فكرة إلى أن ينتج ويدر عائد، فهذه الفترة لما بتطول بتكون بتمثل تكلفة مرتفعة على المستثمر، لما بيتم خفض هذه الفترة من خلال إصدار رخصة ذهبية تمكنه من البدء سريعا في نشاطه، هذا الأمر يؤدي إلى خفض التكاليف مما يشجعه على العمل ويؤدي إلى أن يكون المنتج الذي ينتجه من خلال هذا المشروع أكثر تنافسية. نعم دكتور وليد جبلة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.